حبايبي الحلوين، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم عم بشاره. بس المره دي مش على الهوا، عم بشاره من المنوفيه، بالتحديد من كنيسه الملاك ميخائيل بعزبه حنين بالمنوفيه. كلنا كده في ضيافه سيدنا الحبر الجليل الانبا بنيامين مطران المنوفيه وتوابعها. بنشكره على حسن الضيافه وبنقول له سيدنا احنا مستمتعين جدا بالمنشآت وبالكنيسه وبالمكان الجميل اللي نيافتك مظبطه ومهيئه لاولادك، وفعلا كلهم فرحانين هنا في الكنيسه. في الاول برحب بانكل مايكل. ازيك انكل مايكل؟ ازيك يا عم بشاره؟ وزي ما انت قلت فعلا حلقات مميزه جدا النهارده. احنا في المنوفيه وعملنا كمان حلقات كنا كمان بنعمل حلقات مختلفه في اماكن كتير. المنوفيه من الاماكن المميزه جدا. مبسوطين قوي كل الاولاد اللي موجودين معانا النهارده، وشايفين قد ايه في طاقه وحماس من كل الاولاد وجمال، قد ايه بيلعبوا ومبسوطين، وحوالينا حتى ورا الكاميرات كلهم بيلعبوا باصوات هاديه وكويسه وجميله، مبسوطين وفرحانين، لكن كلها بشيء من الجمال والرقي جدا في الاداء. بشكرهم جدا لحسن الضيافه زي ما مشاره قال، مبسوطين قوي وفرحانين قوي في وسطهم، ويا رب نعمل حلقات جميله معاهم وكل المشاهدين يشوفونا كده في الاماكن الجميله المميزه دي يا عم بشاره. هايل. احنا المنوفيه مايكل متعودين كل ما بنروح محافظه بنقول المعلومات المتاحه عن المحافظه دي. اتكلمنا قبل كده عن المنوفيه اقتصاديا وزراعيا، واتكلمنا انها قد ايه كانت على اراضيها يعني حصل كتير من حالات استشهاد، كان في شهداء وقديسين كتير بالمنوفيه. النهارده مايكل انا عايز اقول معلومه عن بطاركه. بطاركه اتخرجوا من المنوفيه على سبيل يعني الحصر. البابا يوساب الاول ده كان البطرك ال 52، البابا شنوده البتانوني الاول، البابا غوبريال الاول، البابا مكاريوس الاول، البابا يؤنس التاسع، البابا متاؤس الثالث، البابا يؤنس الستاشر وده كان البطرك رقم 103، والبابا كيرولوس السادس البطريرك ال 116. ما ينفعش كمان ده يعني فعلا ناس كتير قوي اتخرجوا من المنوفيه، وما ينفعش ما نفتكرش وما نذكرش طبعا المعلم والاستاذ العبقري الكبير وكبير مرتلي الكاتدرائيه المرقسيه، الاستاذ الالحان الاول بالاكليريكيه ومرتلين بالكرازه المرقسيه، طبعا المعلم ميخائيل البتانوني. حفظ المزامير وتعلم التسبحه واللغه القبطيه، وكمان عين مدرسا لطقوس الكنيسه والدين واللغه القبطيه والعربيه بمدرسه المكفوفين بالزيتون. صنع بنفسه حروف برايل للغه العربيه ليعلم بيها التلاميذ بتوعه. يعني الناس اللي فعلا اتخرجوا كلهم معلمين لاجيال ومرتلين وناس كبار في الكنيسه الارثوذكسيه. يا عم بشاره، يا عم بشاره في ايه؟ لا عايز اتاكد الشنط دي هتعبر عن اللي انا عايز احكيه عن حدوته النهارده ولا لا. انا شايف في شنطه كده كبيره والوانها زاهيه وحلوه، والشنطه الثانيه يمكن تعبانه شويه وحتى سوستتها بايظه. ايه رايكم يا اولاد انهي شنطه احسن من الثانيه اللي تحت كبيره دي ماسكه نفسها شويه؟ دي واضح دي واضح انها شنطه حد كان مهمل قوي يا مايكل. يعني اللي عايز اقوله لك ان الشنطتين دول اصحابهم او اولياء امور الولاد اصحابهم اشتروهم مع بعض في نفس في ميعاد واحد في بدايه السنه الدراسيه. انما شوفوا مع نهايه السنه الدراسيه دي حالتها عامله ازاي ودي حالتها عامله ازاي. دي حاله بتعبر عن الاهمال خالص. واضح ان صاحبها مثلا يروح عند المدرسه يرميها كده واصحابه يدوسوا عليها يحطها في الشارع بتاع، وواضح انه قاعد يلعب في السوسته لحد ما بوظها. انما صديقنا صاحب الشنطه دي واضح انه كان محافظ عليها. مهم قوي يا اولاد الموضوع ده، يعني النظام، المحافظه على المقتنيات والحاجات بتاعتنا مهمه. ولد اسمه كركور، تعالوا حلو الاسم كركور ده انا اللي اخترعته. ولد كان شقي قوي، هي دي الحدوته، ركزوا معايا. كركور ده ولد شقي قوي، كان بيعمل حاجات غريبه قوي بتزعل كل الناس حواليه، وكان حتى بيتشقى على نفسه، يعني كان ممكن يأذي نفسه. في يوم بنطلون كركور، خدوا بالكم، البنطلون بتاع كركور والجزمه بتاعت كركور والمج بتاع كركور اللي بيشرب فيه اللبن عملوا اجتماع مع بعض.
قالوا احنا زهقنا من كركور ده. فكل واحد قاعد يتكلم. المج قال انتوا يا بنطلون ويا جزمه انتوا شاهدين، كركور يشرب اللبن فيا اللي هو المج يعني، ويروح يرميه في الحوض ويقعد كده مرمي بالساعات، والدبان يتلم عليا وابقى مش طايق نفسي ومش هين عليه يغسل المج، وفين وفين اما يعوز يشرب لبن تاني يقول يا ماما اغسلي لي المج، وبطريقه حتى ما يقولهاش لو سمحتي. البنطلون قال له اسكت، امال لو عرفت اللي بيحصل معايا. قال له بيلبسني بالاسبوعين والثلاثه والشهر وما بيغسلنيش، ويقعد بيا على الارض ويبهدلني، وبقيت مليان بقع وشكلي بقي وحش وسط بنطلونات المنطقه. حاجه تجن. اما بقى الجزمه دي كانت حكايتها حكايه. قالت لهم شايفين وشي باظ ازاي؟ قالوا لها اه ده انت وشك مقشر ومتقطعه ومبهدله. قالت لهم طول ما هو ماشي يلاقي طوبه يروح شايطها بيا، يجي بدل ما يلعب بيا الكوره بكره كويسه يلعب هو واصحابه بكنزايه او بطوبه كده في الشارع، يضرب بيا في الحيطه، وعمره ما فكر يلمعني ولا ينضفني، وفين وفين لولا ما مامته تاخد بالها تمسكني تلمعني كده ولا تنضفني. قالوا طب هنعمل ايه؟ اجتماع بقى الثلاثه، هنعمل ايه؟ قالوا احنا نعمل معاه حركه، نحاول ايه نقرص ودنه بطريقتنا كده. ازاي؟ اتفقوا على الاتي. جم في يوم كركور داخل بقى يلبس مايكل، فماما الاول عامله له اللبن في المج، يجي يمسك المج يروح جاري منه. ايه ده بيعمل معايا ليه كده؟ انت بتعمل معايا ليه كده يا مج؟ قال له يا سلام، وانت مش فاكر اللي بتعمله معايا؟ ده انا شفت منك كتير ترميني في الحوض والدبان يتلم عليا وزعلان ان دلوقتي بجري منك، ما انت لو ما احترمتنيش تاني مش هشربك في وهدلق اللي جوايا دلوقتي اللبن ده. قال له خلاص انا غلطت مش هعمل كده تاني. ومسكه اعتذر له وخد شويه من اللبن وركنه، جه يلبس البنطلون يلاقي البنطلون يتزحلق منه، كل ما يرفع البنطلون يتزحلق منه. قال لا 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 ده حاجه غريبه، انت بتعمل معايا ليه كده يا بنطلون؟ قال له يا سلام، انت مش فاكر اللي كنت بتعمله معايا؟ يا راجل بص لشكلي، ده انا بقالي يجي شهر ما اتغسلتش وانت السبب، وماليني بقع ومبهدلني وبتقعد على الارض في التراب. قال له خلاص انا مش هعمل كده. فاضل مين بقى؟ البوت. البوت ده كان متغاظ قوي مايكل منه. لبس البوت بتاعه او الجزمه اللي هي دي وجاي يربط الرباط، راح البوت قارص على رجله جامد قوي، راح مصرخ قال له ايه ده؟ في ايه؟ هو البوت ده ماله؟ راح البوت مكلمه قال له من اللي بتعمله فيا، وحكى له برضه اللي بيعمله فيه. قعد يتامل في اللي بيحصل وانه فعلا اهاني الحاجات بتاعته وما احترمهاش وما احترمش اللي بابا وماما صارفينه فيها عشان يجيبوها له. وكمان خد باله من نقطة مهمة قوي، إنه كان حتى لما بيفكر ينظف الحاجات دي كان بيقول لمامته اعملي لي ده، ومامته كانت بتبقى تعبانة وبرضه ما بيرحمهاش وبيخليها تعمل له كل حاجة مع إنه كبير مش صغير قدكوا كده. ومن يومها ابتدى يساعد ماما وابتدى يحافظ على حاجته، الجزمة بتاعته يمسكها يلمعها كده كل يوم، يحافظ على البنطلون ما يبقعوش وما يوسخوش، ويلمع الجزمه قلنا، والمج بقى اول ما يشرب اللبن يروح على المطبخ يقول لها استني يا ماما انا اللي هغسل المج، ويغسل المج ويحطه في مكانه. ومن يومها كركور بقى حاجه تانيه خالص، كركور بقى شطور، بقى ما بيعملش حاجه، بقى عمور، بقى شطور، بقى عمور، بقى كفايه. حلوه الحدوته يا اولاد، حدوته بسيطه بس انا حبيت اقول لكم من خلالها ان شويه مجهود صغيرين مش هيتعبونا بس هيعملوا نتيجه حلوه قوي. يعني انا بدخل احيان اوض ولاد من اصدقائنا قدكم كده واصغر منكم، ما ببقاش شايف لها ملامح، الاقي الجزمه على السرير والبنطلون على الارض والكتاب تحت مش عارف الكرسي. لو كل حاجه استخدمناها رجعناها تاني في مكانها، لو كل حاجه سوري اتوسخت مننا نظفناها ورتبنا حاجتنا، هنبقى يعني طول عمرنا نتعلم النظام وهنبقى مفيش مشاكل عندنا، ونبقى فعلا
زي ما بيقولوا سلوكنا آدمي. يا ريت يا اولاد نتعود على كده، على الاقل نحترم مجهود بابا وماما اللي بيتعبوا وبيجيبوا لنا حاجات عشان يفرحونا واحنا ما بنهتمش بيها وكانها كده جايه من الهوا. لا، بابا وماما بيتعبوا عشان يجيبوا فلوس يجيبوا لنا بيها حاجات لازم نحافظ عليها ونقول لهم شكرا ويحسوا باننا مهتمين بحاجتنا. صح يا اولاد؟ صح. ولا ايه رايك؟ طبعا يا مشار، انا عايز اقول لك كمان ان بحس ان في حاجات لو ما اتعودناش عليها واحنا صغيرين، ودي حاجه احنا ما بنفهمهاش غير لما نكبر، ان احنا ما كناش متعودين على الحاجات دي والنظام واحنا صغيرين، صعب قوي نكتسبه او صعب قوي نبقى نعتاد عليه او نعرف نعمله لما نكبر. بالظبط. اسهل حاجه الحاجه اللي نتعود عليها واحنا صغيرين، عشان كده نعود نفسنا حتى الاولاد الصغيرين يتعودوا نفسهم على التنظيم، مش يقولوا لما نكبر بقى نبقى احنا ننظم حاجتنا وكده، احنا دلوقتي صغيرين وما نهتمش بده. لا، واحنا صغيرين نتعود نعمل ده، لما نكبر صدقوني هنستفيد وهنشوف قد ايه دي حاجه كانت جميله قوي ان احنا اتعودنا نعملها وقادرين نعملها بسهوله قوي لما نكبر. في مثل يا مايكل بيقول لك التعلم من الصغر كالنقش على الحجر. يعني احنا لو نلاحظ يا اولاد النقش على الحجر، يعني الفراعنه سايبين نقوش على الحجر بقالها الاف السنين. هو المقصود هنا بالنقش على الحجر ان ايه؟ التعلم، الحاجه اللي نتعلمها واحنا صغيرين عمرنا ما هننساها وهنكبر بيها لحد ما نموت واحنا متعلمين حاجات كويسه. فمن صغركم كده اتعلموا النظام والحفاظ على مقتنياتكم. حلو خالص، ما نستهنش بيه سننا واعمارنا، نتعلم كل حاجه للاخر ونقعد كده ايه نعملها صح ومظبوط. عم بشار، عايزين نبتدي بقى حلقتنا ومسابقتنا مع اصحابنا، وعايزين نقول لهم بسرعه احنا جايين النهارده نعمل معاكم ايه. احنا جايين نلعب وننبسط ونشوف حاجات كتيره ومهارات كتيره انتوا هتقدموها لنا النهارده، بس اهم حاجه النهارده احنا محضرينها لكم كده وجايين بيها هي المعلومات والمسابقات. عايزين بسرعه نعرف كده مسابقات ونحل مع بعض اسئله كتير ونعرف معلومات منكم جميله كتير. اختار اسم، دي اول حاجه بنعملها، والاسم المتسابق اللي هيلعب معانا هيقعد جنب عم بشاره هنا عشان يتسابق، ولما يقعد نبتدي معاه المسابقه بتاعتنا اللي هي عباره عن 12 مجموعه اسئله، والولد او البنت اللي بنختارها وبتطلع معانا في الاسم بيختار رقم المجموعه اللي بيها. ندخل على مجموعه الاسئله بتاعتنا من 1 ل 12، كل مجموعه فيها كام سؤال يا ولاد؟ مين عارف؟ انا عارف 5 اسئله يا عم بشاره، بشكرك. وكل سؤال بيساله لنا واحد من صحابنا، اول واحد بيساله لنا هو السمكه، تاني سؤال بيساله لنا الارنب، شطار برافو عليكم، والتالت الشقي بتاعنا اسمه القرد، والرابعه طويله اللي اسمها الزرافه، وخامس واصعب سؤال هو الاسد، ملك الغابه الاسد، وده اخر سؤال لينا واخر سؤال في مجموعتنا، واللي يجاوب على الخمس اسئله يبقى كسب معانا وياخد ايه من عم بشاره؟ هديه. هي جميله، عم بشاره محضرها لنا. يلا بينا باول متسابق نشوف مين هيكون معانا. يا عم بشاره اختار لنا اسم من البلوره بتاعتك يا عم بشاره. والمتسابق او المتسابقه الاولى سمعان يوحنا. سمعان، تعالوا نسقف سمعان قوي، نشجعه جدا جدا جدا. اول واحد معانا النهارده واول متسابق في حلقتنا النهارده، نتعرف عليه. يلا نقول لكل اصدقائنا كلامنا في المايك، هنعلي صوتنا، يلا عرفنا بنفسك. سمعان يوحنا. بس كده؟ سنك كام سنه؟ 9 سنين. انا من شبين الكوم. اهلا بيك، عندك معلومات حلوه؟ قول ايوه كده، شجع نفسك. يلا معاك المايكل، خد رقم مجموعه وان شاء الله تكسب معانا. اهلا بيك يا سمعان، اول متسابق معانا النهارده وحماس كده الاول. يلا بينا نشوف سمعان اخباره ايه، شكله صغير بس شكل معلوماته كبيره قوي. تعالوا نشوف هيختار لنا مجموعه رقم كام يا سمعان. عندنا 12 مجموعه اسئله، ممكن تختار اي رقم منهم. تختار رقم الخامس. يلا نروح بسرعه المجموعه الخامسه اللي قلنا فيها كام سؤال، فيها 5 اسئله برضو. اول سؤال بتساله لنا السريع قوي في الميه اسمها سمكه. يلا نسمع ونشوف اول سؤال سمكه المجموعه الخامسه لسمعان هتقول له ايه. مين هيكمل الايه معايا؟ لا تكن ايه في عيني نفسك، ضعيفا ولا حكيما ولا متكبرا؟ والوقت ابتدى. آية من سفر الأمثال يا سمعان بتقول لنا لا تكن نقط في عيني نفسك، لا تكن ضعيفا ولا حكيما ولا متكبرا. لا تكن إيه؟ لا تكن ضعيفا في عيني نفسك، ولا لا تكن حكيما في عيني نفسك، ولا لا تكن متكبرا في عيني نفسك؟ متكبرا. متكبرا؟ فكر كويس. أمثال 3-7. آية بنعرفها ونحفظها مع بعض. نقول كده لا تكن ضعيفا ولا حكيما ولا متكبرا. يلا آخر إجابة ليك هي
الوقت ضعيفا بيخلص. حكيما متكبرا. متكبرا متأكد؟ ضعيفا. طيب هي طبعا آية موجودة في أمثال 3-7 زي ما قلنا، ممكن نبقى عارفينها ممكن مش عارفينها، مفيش مشكلة، احنا بنحفظ مع بعض. طبعا الآية بتقول لا تكن حكيما في عيني نفسك، للأسف إجابة سمعان مش مظبوطة، هارد لك، لكن بنتعلم مع بعض الآية دي، يعني احنا مفيهاش حكمة في عينين نفسنا، حكمة تبقى من الداخل ودايما نطلبها من ربنا زي كده ما سليمان الحكيم طلبها. تعالوا نسقف جامد قوي سمعان، شجعه جدا. معلش هارد ليك، هارد لك ليك يا سمعان، عندنا فرص كتير لسه، عندنا أصحاب كتير ممكن تسوق معانا. عندنا مواهب. موهبة؟ معاك مواهب. عندنا مواهب جميلة. دور كده يمكن تلاقي معاك. عندنا مواهب جميلة جدا طبعا يا عمشارة. تعالى عايز ناخد موهبة؟ أنا عندي موهبة محضرة لك النهاردة، هيقولوها اتنين مع بعض. الاتنين دول هم يوسف سامح ومارك عماد. فين يوسف سامح ومارك عماد؟ يوسف ومارك. تعالوا هنا حتى اقعدوا على كرسي واحد مش مشكلة. نرحب بيوسف ونرحب بمارك، تعالوا نسقف لهم جامد قوي قوي. هيقولوا ايه يا مايكل؟ هيقولوا لنا لحن عن القيامة، لحن إخريستوس أنيستي. يلا نسمعهم. يلا. إخريستوس يوسف ومارك، بشكركم جدا، دول معلمين كبار، دول هيبقوا شمامسه جمال جدا، بشكركم، بحب قوي الالحان وبحب قوي الخورس الكامل كده، حتى نبقى في تواصل بيننا، مش واحد يكون بيقول لوحده وصوته كويس، لكن كمان يقدر يعمل التناغم مع كمان زمايله بالمرتلين. الموهبه شيء جميل، ومن هنا انا بجد برجو من الاهالي انهم يهتموا يا مايكل بمواهب ولادهم وما يحبطهمش بدري. طبعا يعني ممكن يبقى ولد موهوب مثلا في الرسم، وفي وقت ممكن يضيف انه يرسم شويه وبعدين يذاكر، فيجي بابا ولا ماما داخل ايه بيرسم يقول له سيب اللي في ايدك ومذاكر. اديله وقت شويه ينظم وقته، بس ادعم موهبته، وفر له اللي يخليه ينميها من ادوات او خلافه، لان الموهبه شيء جميل بيفرح الطفل وبيفرح اللي حواليه، زي ما كلنا فرحانين واحنا في وسطيكوا. علشان كده بعد اللحن الجميل ده هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني. استنوا هنا، رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشارة موجود ما مشيش، كلها كام ثانية وراجعين.
للإعلان على سي تي في، الوكيل الإعلاني الحصري، شركة نجم للدعاية والإعلان. تليفون 010-681-6000، إيميل sales@nigmadvertising.com. ورجعنا حبايبي الحلوين من الفاصل، واصحابي طلبوا مننا اننا نلعب شويه، وبرضو طلبوا اللعبه يا مايكل اللي انت بتحبها. بس مايكل بقى يا عم بشاره، جبت المنديل. جبت المنديل يا ساحر. عارفين يا اولاد اللعبه طبعا انتوا اللي طلبتوها. انكل مايكل انا اختار لك الولاد، عايز كام وكام؟ عم بشاره احنا محتاجين فريقين قوي جدا متكون من اربع اشخاص قدام اربع اشخاص، يعني ثمانيه. اتفضل استقبلهم، انا هبلغك اساميهم بسرعه وانت قسمهم على الفريقين. يلا بسرعه. مريم ميخائيل. مريم فين؟ مريم بسرعه يا مريم، اقف هنا. اغابي فرج. اغابي فرج. اغابي يلا بسرعه. مريم مجدي. مريم مجدي يلا مريم بسرعه، تعالي اقف هنا. ابنوب رافض. فين ابنوب؟ يلا ابنوب تعال بسرعه على الفريق ده. ميرنا اشرف. فين ميرنا؟ يلا ميرنا بسرعه. ديانا ميخائيل. ديانا يلا بسرعة. ها نايس كام؟ كارمن ميخائيل. كارمن فين؟ كارمن فين؟ كارمن يلا فاضل لنا واحد بس. فاضل واحد بشارة. وآخر حد يكون جوفانا وائل. يلا جوفانا. يلا حلو خالص، احنا أربع أشخاص قدام أربع أشخاص، حاولوا ترجعوا لورا لو سمحتوا شوية، ادونا كده مساحات، حاولوا نرجع الكور دي عشان الكور دي ما تكعبلش حد. وقفي بسرعة مع فريقك لو سمحتي. أيوه برافو عليكو، ابعدوا الكور يا ولاد عنكم عشان ما حدش يتعور او يتكعبل. ايوه برافو عليكم، شكرا شكرا. حلو خالص، احنا ما عندنا فريقين يا عم بشاره، وعايزين نعرف عددنا او ارقامنا. كل واحد هنا من جوه لبره، واحد اثنين ثلاثه اربعه، كل واحد يعرف الرقم بتاعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه بالترتيب بتاعنا. عندنا الفوره بتاعتنا او السكور بتاعنا من خمسه، اللي يجيب خمسه يا عم بشاره الاول هو اللي هيكسب. طبعا عارفين لعبه المنديل، احنا بنقول الرقم وصاحب الرقم ده بيطلع يحاول ياخد المنديل ويرجع مكانه بسرعه. لو الشخص الثاني اللي طلع معايا من الفريق الثاني لمسه قبل ما يرجع مكانه، الرقم. طبعا الشخص اللي طلع معايا في نفس الرقم لو لمسه يبقى اللي معاه المنديل خسر. صح كده؟ كله عارف اللعبه؟ كله عارفها كويس؟ طيب يلا نبتدي. طيب اول رقم هو رقم 2. برافو. 1-0. 1-0 كان سريع جدا. برافو عليك شاطر، واضح انه حريف مناديل. ركز ها. طيب الرقم الثاني هو رقم 3. 3 3 3 الاثنين ماسكين. ثاني 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 لسه لسه. 2 2 2 ماشي. هو طبعا هنا رقم 2 ما طلعش صح، يبقى كده السكور كام يا عم شاره؟ انت بتحسب معايا ولا لا؟ 2-0. 2-0. طب تعالوا نطلع كده برقم 1. اخبطيها اخبطيها، ارجعي بسرعه. مرجع طبعا ما خبطتهاش يا جماعه، انا حاسس ان احنا مش عارفين لعبه المنديل ولا ايه يا جماعه، نركز. طيب دلوقتي رقم 4. ارجعي بسرعه مكانك، ارجعي. اشكرك ميرسي خالص. كده كام يا عم شاره؟ 4-1. 3-1 ولا 4-1؟ 3-1 3-1. احنا لسه السكور بتاعنا لسه في امل في امل. طيب رقم 3. طب بصوا يا اولاد، عايزين نعرف حاجه دلوقتي، حتى لو حد خد المنديل نسيبه ياخد المنديل ونخبطه يكسب، موضوع سهل صح؟ يعني مش لازم احنا اتنين ناخد المنديل، ممكن نستنى واحد ياخد المنديل ونخبطه يبقى كسبنا، او ناخد المنديل ونجري بسرعه على مكاننا عشان نكسب. طيب رقم 1. خبطتها، برافو عليها شاطره خالص. 4. وصلنا لغايه اخر رقم يا جماعه وهو رقم 4. خبطتها، برافو عليكي شاطره. 4-2. 4-2 لسه لسه عندنا فرصه يا مشاره. ماشي رقم 2. خبطتها، برافو عليه شاطر خالص. يبقى برافو النتيجه، يبقى الفريق ده كسب 4-5-2. برافو عليك كل واحد يرجع مكانه. بشكركم، تعالوا سقف جامد قوي 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 قوي. عم شاره تعبت جدا، لعبه مرهقه جدا، لكن
جميله الحقيقه. تعبت فيها مايكل، تعمل ايدك كده وبتقول واحد ما شاء الله ده مجهود يعني خرافي. انت تستلم لو ماتش كوره يعني مجهودي ايه يا مايك؟ ده المنديل ما يجيش 2 جرام يعني. ازاي مشاره؟ مش في تحكيم وفي طاقه طالعه وفي ايجابيه واحساس بالمسؤوليه طول الوقت؟ طيب حلو يا مشاره، مبسوط قوي ان احنا لعبنا مع بعض، بنبسط قوي على فكره بنلعب مع اصحابنا، ودي حاجه كلها فيها كده طاقات وايجابيات جميله، ونتعلم مع بعض ان احنا حتى لو بنلعب ونخسر ونكسب احنا بننبسط باللعب، مش بننبسط بمكسب والخساره. حتى لو في حماس احنا دايما نكسب، بس ما فيهاش حاجه، احنا بنلعب في الاخر والهدف هو الانبساط. طبعا طبعا. نرجع لمسابقتنا تاني بقى عشان نكمل معلوماتنا يا مشاره، لو سمحت اختار لي واحد. نختار وقوله لنا كده بحماس بقلب جدا عشان بقلب اهو المتسابق بتاعنا هيكون مين دلوقتي. اقول لك انا مين. كارولين فوزي. كارولين، تعالوا نسقف لكارولين ونشجعها قوي يا اولاد. ايوه برافو عليكم، اتفضلي يا كارولين. بنتكلم في المايك نقربهم بقينا وعرفينا بنفس سنك وتوصلك منين. انا كارولين فوزي، سني 10 سنين، وكنيسه الملك ميخائيل بتختم بشا محافظه المنوفيه. اهلا بيكي. جاهزه؟ هتكسبي؟ انا مفيش ولا هديه طلعت يا مايك. لا احنا دلوقتي هنكسب. انا عايز اروح من دي. لا لا كارولين هتحمسنا جدا تكسب معانا. كارولين جاهزه؟ واثقه من نفسك؟ قوي قوي. يلا يا كارولين، عندنا 12 مجموعه اسئله زي ما احنا متعودين دايما، 12 مجموعه الحقيقه تاخد منها مجموعه واحده بس لغايه دلوقتي، المجموعه رقم 5. اي مجموعه ثانيه من 1 ل 12 ما عدا 5 تختاري كام؟ صوت عالي بقى بحماس. مجموعة واحد. حلو خالص. المجموعة الأولى مع كارولين، يلا ندخل على المجموعة الأولى ونشوف أسئلتها عاملة إيه. السؤال الأول بتسأله لنا دايما السريعة جدا في المية، بتجري بسرعة لكن صغيرة، واسمها السمكة. يلا نشوف السمكة. أول سؤال لكارولين هيكون إيه؟ تكيروا أعمالكم الحسنة، وإيه أباكم الذي في السماوات، يشكروا ولا يمجدوا ولا يحمدوه؟ والوقت ابتدى. آية سهلة موجودة في متى 5، بتقول لكيروا أعمالكم الحسنة و يشكروا ولا يمجدوا ولا يحمدوا أباكم الذي في السماوات. يمجدوا أباكم الذي في السماوات. يكيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات، زي ما قلنا في متى 5. إجابتك صح، تعالوا نسقف جامد جدا لكارولين. شاطرة يا كارولين، هايلة. متى 5 آية 16 تقول لنا كده، لكيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. سؤالنا الثاني هيسأله لنا الجميل أو الوديع بتاعنا ده بنحبه، اسمه الأرنب. شطار. يلا نشوف الأرنب، سؤاله الثاني لكارولين هيكون إيه؟ حد يعرف يا صحابي سيد قسطة اسمه إيه؟ اللاما ولا فرس النهر ولا الزقزاق؟ والوقت ابتدى. طبعا زي ما شفنا الارنب يمكن الدخ شويه، بس هو بيتكلم هنا على سيد قشطه. بيقول سيد قشطه عنده اسم تاني، الاسم التاني بتاع سيد قشطه ايه؟ هل هو اللاما ولا فرس النهر ولا الزقزاق؟ سيد قشطه عارفين شكله عامل ازاي؟ كده ضخم كبير. فرس النهر. فرس النهر هو الاسم الاخر لسيد قشطه. اجابتك صح يا كارولين. برافو. لا جامد قوي، شاطره. برافو عليك، شاطره خالص. هو مايكل الاثنين اسماء، بس فرس النار هو الفصيله بتاعته فعلا، واحنا مسميينه هنا في مصر سيد قشطه، فالاسم سيد قشطه يعني. انما الفصيله فرس النار. فرس النار. بشكرك يا عم بشاره، يعني الحيوان واحد في الاخر. بالظبط، اثنين في واحد. فيمشوا مع بعض. حلو خالص، رايحين للسؤال الثالث دلوقتي، والثالث بيساله لنا الشقي بتاعنا اللي اسمه القرد. نتمنى القرد ما يبقاش الدغ. تعالوا نشوف هيسالوا يقول ايه. في أي سفر نجد رؤيا أحد تلاميذ السيد المسيح في جزيرة بطمس؟ سفر يهودا ولا سفر دانيال ولا سفر الرؤيا؟ والوقت ابتدى. 30 ثانية. فين السفر اللي بنلاقي فيه أحد تلاميذ السيد المسيح في جزيرة بطمس؟ هل هو سفر يهودا ولا سفر دانيال ولا سفر الرؤيا؟ الرؤيا. سفر الرؤيا. رؤية يوحنا طبعا في جزيره بطمس. اجابتك صح، تعالى نسقف جامد جدا لكارولين. مظبوط طبعا، هي شاطره. القرد الشقي ما تضحكش على كارولين، بس فاضل لنا سؤالين واخر سؤالين في المجموعه، ابتدينا في الاسئله الصعبه. يلا نشوف السؤال الرابع، السؤال الطويله بتاعتنا اسمها الزرافه. نسمع ونشوف الزرافه هتقول ايه لكارولين.
كان موسى إيه جداً أكتر من جميع الناس؟ حليماً ولا عنيفاً ولا غضوباً؟ والوقت ابتدى. يوسف موسى النبي كده يقول عنه كان حليماً جداً ولا كان عنيفاً جداً ولا كان غضوباً جداً أكتر من جميع الناس؟ أول واحدة يقول حليماً جداً، حليماً جداً أكثر من جميع الناس. موسى تقال عنه كده في عدد 12 آية 3 إن هو كان حليماً جداً أكثر من جميع الناس. جبتك صح، أنت جامد جداً لكارولين، شاطرة طبعاً. حليماً على فكرة معناه هو طويل البال، ويتقال كده عنه فين الصفة بتاعته هي إن هو كان حليم، كان طويل البال جداً أكثر من كل الناس زي ما تقال في عدد 12 زي ما قلنا. وصلنا مع كارولين لاخر سؤال في المجموعه وهو سؤال الاسد. يلا اخر تحدي لكارولين، اخر سؤال نشوف هتقول لنا فيه ايه. نسمع الاسد. كم اجمالي عدد اصحاحات انجيل يوحنا؟ ولو جمعناهم زائد عدد اصحاحات رساله يوحنا الاولى يدونا كام؟ 26 إصحاح ولا 24 إصحاح ولا 22 إصحاح؟ الوقت ابتدى، خدي وقتك فكري. نتكلم عن عدد إصحاحات إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير زائد عدد إصحاحات رسالة يوحنا الأولى. إنجيل يوحنا البشير كام إصحاح؟ رسالة معلمنا يوحنا الأولى كام إصحاح؟ نجمعهم على بعض، هيدونا 26 ولا 24 ولا 22؟ 26 اصحاح، 24 اصحاح، 22 اصحاح، قلتي لي 26 اصحاح. تعالوا نعد مع بعض ونشوف اجابه كارولين صح ولا غلط. نتكلم على انجيل او انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير اللي طبعا هو 21 اصحاح، رساله يوحنا الاولى اللي هي خمس اصحاحات، 21 زائد 5 26، اجابتها صح. تعالوا نسقف جامد. برافو كارولين، تستاهل هديه كبيره جدا. انا بشكرك جدا يا حبيبي كارولين، كسبت معانا النهارده فرحتنا، اول متسابقه اخيرا حد فاز معانا، كسب معانا النهارده عم شارة حاجه جميله. خففت الحموله شويه، حلوه الحموله، طلعت امال ايه، العربيه هدايا العربيه بتشيل برضو وزن يعني. عم شارة حضر لنا ايه بقى؟ انا عايز النهارده الحقيقه برضو نستمتع باولادنا اللي موجودين معانا بمواهبهم الجميله. انا عندي بنت موهوبه في الشعر، تيجي نسمعها؟ طبعا جميل الشعر. طب فين مريم عادل؟ مريم تعالوا نسقف لمريم عادل نشجعها يا اولاد. اقعد يا حبيبتي في المايك برضو، عرفينا الاول بنفسك وسنك وكنيستك. انا اسمي مريم عادل، عندي 12 سنه، من متخان كنيسه الملاك وماري جركس. اهلا بيك يا مريم. قولي لي انت بتالفي شعر ولا بتلقي شعر؟ يعني موهبتك بتلقي شعر، يعني هتقولي لنا شعر حد تاني، بس انت موهبتك في الالقاء مش كده؟ هاي خالص، هتسمعينا ايه؟ شعر عن الكاه. يلا بينا نسمع مريم. سمعت مرة في وعظة ودي كانت من أبا حبيب، إن الكاهن لازم يبقى أب وقاضي ويبقى طبيب. فسرحت شوية في كلماته وفي معنى حروفه وعباراته، ولقيتني بالعقل بفكر في معاني الكاهن وصفاته. هو أبونا، بننادي عليه دايما أبونا، التعبان بيروح قدامه بيطلب منه سند ومعونة. وأبونا معناه الأب، والأب بيساوي الحب، كل كلامه بيداوي الجرح ويعطر ببخوره القلب، يرسم في عيون فيها دموع نور وأمل وحياة وشموع. والغصن اللي تكسر يقدر، يقدر بحنانه يوهب له فروع. أصل أبونا ملامح وشه تدي الراحة لكل أولاده، حتى الإبن العاصي يحبه طول أيامه وقت عناده. بيطبطب بيطبطب على كتف الكل، ولا عمره من الخدمة يمل، دايما زي الشمس يكون في البرد على أولاده يطل. الخايف يجري أوام ليه، يطمن ويلاقي عينيه مليانة بالرحمة عشانه، ويموت الخوف اللي حنيه،
إن الكاهن لازم يحكم ويكون قاضي في ساعة الظلم، يقدر ينطق كلمة حق، يحكم للمحتاج للحكم، كلمة عدل يقولها فتقسم شر الظالم قاسي القلب، ويتبرد قلب المظلوم اللي بيتمنى يلاقي الحب. ما يقولش لحد اتحمل من حجم يحاول يتدخل، كلمة سيف يقطع ويحد عن إنسان تعبان نايم وغيره سهران. كاهن يعني عين سهرانة، إيد ممدودة في كل الخير، حضنه يساع ألف ومليون، خدمته عطر ونور وخير. كاهن يعني الملجأ والمحتاج للعطف يروح له، يلقى البسمة تنور وشه فبأسرار القلب يبحله، يرتاح بعد القعدة معاه ويلاقي في صلاته دواه، وسط جفاف العمر القاسي يخرج نبع ويلقى حياة. آدي الأب وآدي القاضي، فاضل بس معنا طبيب، والطب ده أصعب من الوصف علشان وصفه ملوش كلمات. بالطب تنقذ روح ابنك أو تلقاه قدامك مات. موت النفس ده أصعب موت، لما تكون عايش مش عايش صوتك يتكلم بسكوت. كاهن يعني طبيب الروح، طول الوقت بيداوي جروح، ويطيق في جروح القلب أو يلحق إنسان مذبوح، يجري ورا خروفه الهربان يرجع بيه ليسوع فرحان، ويقول له جيت لك يا إلهي ومعايا ابنك تعبان. متهيألي ده الكهنوت، ومع حق أبونا الواعظ، الكاهن مش قداس بس ولا إنجيل وعبر ومواعظ، الكاهن ده أب حبيب، الكاهن قاضي وطبيب. برافو، هايلة هايلة، برافو. حلو الديوان اللي ألقيته نهاية الخلص، بجد جميلة وإلقائك حلو. وبتعرفي تلوني، برافو عليك. أتمنى بقى إلقائك كتير شعر يعودك إنك تكتبي كمان شعر عشان تبقي مبدعة شاملة يعني. مايكل، للأسف زي ما بنقول دايما الوقت الحلو بالذات هنا في المنوفية بيجري بسرعة. تقريبا وقت الحلقة خلص. قبل ما نخرج عايزين نعرف مين اللي فازوا معانا النهارده. اشكرك يا عم شرف، فعلا عايز اكد ان وقتنا كان جميل قوي، لعبنا وتسابقنا وعرفنا معلومات كتير من صحابنا وشفنا مواهب رائعه وجميله، ويا رب ينموها اكتر ونجي لهم المره الجايه ويورونا حاجات اجمل واجمل. عايز اقول ان حلقتنا فعلا كانت مميزه، بس كسبت معانا واحده بس، كانت كارول. مبروك لكارولين، ومعليش لأصدقائنا يمكن الوقت ما كانش كافي ان كلكم تشتركوا معنا. قبل ما نخرج يا حبايبي وننهي الحلقة، نحب نحفظ آية صغيرة جدا. الآية بتقول يا بني كن حكيما وفرح قلبي. يلا نقولها سوا، يا بني كن حكيما وفرح قلبي. دي في أمثال 27:11. قبل ما نخرج زي ما متعودين اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دول هنقول لهم ايه؟ باي باي, باي.